قراءتنا للمشهد السياسي، احنا اليوم على ابواب انتخابات رئاسيه ان شاء الله باش تصير يوم 6 اكتوبر. باش نسالك انا سؤال بسيط جدا، انت كمواطن تونسي ما زالت عندك ثقه في الاحزاب نتاعنا والا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاحزاب الموجوده على الساحه الحاليه في الحقيقه لم تقدم اي حاجه للبلاد ولم تقدم اي مشروع للبلاد، فنرى كثره الاحزاب هي تناحر على الكراسي، والذي يريد ان يعمل لصالح البلاد عليه ان يقدم وعليه ان يظهر مجهوداته ويظهر اعماله الطيبه للشعب. كاحزاب، كثره الاحزاب خلقت الفوضى في البلاد، وكثره الاحزاب خلقت فهمتني الغوغاء، وخلقت فهمتني الانحيازات. وكثره الاحزاب هذه في 12 مليون نعملوا 247 حزب، ما جاتش حتى في روسيا ولا في الصين اللي فاهم 270 حزب. ايوه 270 حزب، حتى في الصين ما صارتش اللي هي مليار و500 مليون. احنا 12 مليون ما نجوش دوار في الصين ولا ما نجوش مشتى صغيره. الاحزاب هذه فهمتني كل منه يجبد للروحه، والعمليه فهمتني كل حزب اللي يحب يظهر على الساحه يقدم ويوري البرامج نتاعه للشعب، وتتخدم البرامج على امور صحيحه، وما مش لهذا فهمتني جاي بجماعه كل دوار ولا بحزبه. احنا في تونس على ذكر كل واحد جاي بجماعه، اليوم عندنا معارضين في البلاد قاعدين يخدموا في خدمتهم بالصحيح. المعارضه هي فهمتني من قديم الزمان احنا نسمعوا بالمعارضه نسمعوا بالمعارضه، لكن المعارضه فهمتني ما هيش صاعده كما ينبغي، ما هي ما عندهاش نفس باش تصعد فهمتني. وكل معارض لازم يقدم برامج للشعب ويوري فهمتني المجهود نتاعو اللي باش يعملوا، ويوري الاعمال فهمتني والخبرات نتاعو كمعارض في السياسه، واحد يورينا شنو هو اللي باش يقدم للبلاد. وكل انسان فهمتني باش يخدم ومعارض يوري شنو هو وبرامجه للبلاد الكل. في حديثنا على المشهد السياسي في بلادنا بصفة عامة، خاصة وأن احنا اليوم على أبواب انتخابات رئاسية، الأحزاب والمعارضة في بلادنا، هل تعتقد حسب رأيك أنت يعني كمواطن تونسي أنه احنا عندنا أحزاب فاعلة، أحزاب حقيقية تقوم بدورها يعني الموكول لها في بلادها، قاعدة تقدم في بلادها وإلا لا؟ نحكي من الثورة إلى حد الآن، لأنه قبل الثورة كنا نعيش في ديكتاتورية وانعدام أحزاب وما إلى ذلك. وثاني حاجة المعارضة، اليوم هم يسميوا رواحهم معارضة، هل يقومون فعلا بدور المعارضة الناقدة البناءة؟ السلام عليكم، نهاركم سعيد وعلى السلامة. بالنسبة للأحزاب بالمعارضة، ما يعبروا عنها بالمعارضة، على شنو باش يعارضوا؟ هما ما عندهمش ديمقراطية في بعض، في رواح. تشوف أنت الغنوشي شد 40 سنة، الآخر شد 50 سنة، هذوما هما ما عندهمش ديمقراطية. ثم قالوا لنا جبنا لكم الديمقراطية بعد الثورة. يقولون جناس جت باسم الدين، باسم قال الله تعالى وقال الرسول، وشفناها مش عملوا دمار شامل. ناس تحكي باسم المرأة، ناس تحكي باسم الزواج، فقير هذاك الزواج، ناس تحكي بحقوق الإنسان. وبالنسبة توا في اللحظة هذه، في اللحظة اللي أنا توا قاعد نتكلم فيها، شوف الولايات توا، هات عديت على الولاية، نلقاها كلهم عبي عاملين فورميل اللي زعما بس فرقوا في الديار، هكا توا الولايات كلها توا معبية، إيش بيه سهلت قالوا يروحوا على الديار، العجب مش يعطيوا كالديار الاجتماعية تاع الدولة، عبيهم توا كأنها مظاهرة. بالنسبة لي نحن كأحزاب ما عندناش أحزاب وما حشناش ناس بالأحزاب. علاش الشعب التونسي اليوم يقول لك فقدت ثقتي في الأحزاب الكل مهما كان توجهها وأفكارها؟ مهما كان توجهها ومهما كانت أفكارها، ناس تخدم لرواحها من الآخر. هذم ناس وما يشبعوش، هذم أكلة القصعة، هذم أكلة القصعة تتهافت علينا راهو. هاو حزب فلان يا حزب الفلان، شوف الرئيس شو يعني، شو رئيس الجمهورية اللي مسمى. يا ولادي قدوا هكا، يا ولادي قدوا، حتى القرارات اللي يعمل فيها للزوالي توا، الغاء المناوله، اكل محدد الزمن، اكل حظاير، اكل وقت، شوف التعطيلات بالسيف، لازم يقف عليها هو وحده، هو راسا مطالب باش يقف على اي موضوع، اللي طبق مرحبا به،
واللي ما يطبقش مش يحيلوا الى تقاعد الوجوبي. تقاعد الوجوبي راهو بالنسبه لي بلاش روتريت، وتباع وتصادر جميع املاك. خاطرهم علاش ماهمش مريقلين، ماهمش مريقلين، ماهمش معانا، ماهمش مع الشعب، مع ارواحهم، مع فلوسهم، مع فلوسهم اللي يهربوا فيها لبرا، هما شركاء. في قراءتنا للمشهد السياسي انا باش نسالك سؤال بسيط على الاخر، انت كمواطن تونسي اليوم ما زالت عندك ثقه في الاحزاب والا لا؟ اكيد لا. انا موظف وعشت المراحل الكل، بو انا صغير خلطت على بورقيبه شوي، البقيه كلها خلطت عليها، الكل ما فهم حتى حد يحب تونس. هذه اون بريمي ليو. سكوندو، هالاحزاب اللي تحكي لي عليهم كلهم من وجه راهم صالح. باش تقول لي خمم لك في الجينيراسيون اللي جايه الصغار، مش يخمم لك شنهض بالبلاد، والناس الكل في عوده يوقفوا مع بلادهم ومع خواتهم العرب، معناها باش ينقذوا شعوبهم، لا يجوا ضدنا. هذه احزاب اعداء هذوما، جينيراسيون مساكن توا يا ولدي قديش قريبة 40%، هذا ما تعمل عليهم توا. واحد ما يزموش يزمو معناها كلام يخرج بأداب صراحة، لكن أنا قلبي مغلغل عليه. والمعارضين ما يسمى بالمعارضة اليوم قاعدين يخدموا على رواحهم ويعارضوا وينقدوا ويقدموا بالبلاد. شو برجوا ليه المعارضين كعبة 2% يحبوا تونس والبقية كلهم خدموا مع القدم، يخدموا في مصالحهم بصراحة. المعارضين بكل احترامي له، اللي يحب يخدم البلاد علاش معارض انت؟ هاو قداش مره يقدموا يطلبوك اجا اخدم البلاد تجبد روحك. اي ان شاء الله فهمني. المعارضين هذم اجا كان عندك باجاج وعندك في مخك وباش تقدم البلاد، المعارضه نتاعك نحاها قدم وتبدا نظيف مرحبا بك. شكون سامحينا في الكلمه؟ شكون مازال سامحونا؟ كل احترامي للناس اللي نظافوا، وفما ناس باهين ما حبوش يدخلوا راه كثر الناس الطيبه والنظاف حبوا ينهضوا بالبلاد موجودين، ما يحبش يدخل، ما يحبش يمسخ روحه، ما يحبش يتهنتل، فهمني؟